كان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبل أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لدى وصوله إلى البلاد مساء أمس في زيارة لمملكة البحرين، أجرى خلالها مباحثات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها ودفعها نحو آفاق أرحب وبآخر المستجدات في المنطقة والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. كما كان في الاستقبال سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي ومعالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير الشؤون العامة بالديوان الملكي.